بس خليني اقول لحضراتكم واتناقش معاكم في نقطه مهمه جدا. صحيح انه في ناس بتستهدف ولادنا، صحيح انه في خطوات جاده من الدوله المصريه لمكافحه الادمان وزي ما احنا بنتابع هذه البرامج، لكن تبقى نقطه مهمه جدا هي فكره تعاملنا احنا مع ولادنا، فكره التفاعل معاهم، مشاركتهم في كل شيء، فكره ان احنا نكون ليهم اصلا قدوه، فكره ان احنا ما نقولش لاولادنا او ما نخليهمش مهمشين، ما لهمش دور، ما لهمش راي، مش موجودين معانا، سايبينهم عادي طول الوقت ماسكين الموبايلات وقاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي مش عارفين حتى بيشوفوا ايه. ما بقولش نراقب ولكن نتابع، يعني لو احنا ما كفناش على اولادنا المفروض مين اللي يقوم بالدور ده؟ احنا لينا دور مهم وفعال، والموضوع ملوش علاقه بفكره التعنيف او التعامل بشكل غليظ معاهم، لا بالعكس، الحوار، ممكن نتكلم مع بعض، ممكن نعرف ايه المشكله اللي موجوده. طبيعي ان كل بيت فيه مشاكله وفيه ليه ظروفه، بس كمان لازم نحاول على قد ما نقدر نجنبهم هذه المشاكل. احنا اشخاص ناضجه وواعيه وعارفين نتصرف، هم لسه بيكونوا في مرحلة سنية وعمرية، وخاصة المراهقين بتكون حساسة جدا ولسه بيكونوا ما بين كبار وصغيرين، فلسه لا في نضج ولا في عقل يقدر يفرق بين الصح والغلط، ما فيش وعي، ناس كتير ممكن تيجي تحاول تستقطبهم. فخلينا دايما بس نقعد مع أولادنا شوية، نحاول على الأقل نراقب أو نتابع تصرفاتهم، نتابع سلوكهم على قد ما نقدر.